وطني تحويلها لنكبة ومؤامرة على الوطن. ولكن الشعب المصري العظيم وشرطته الوطنية وجيشه الباسل قلبوا المؤامرة على رؤوس اللي دبروها، تساقطوا أمام قوة وصلابة وإيمان أبطالنا من الجيش ومن الشرطة. أنا والد الشهيد المقدم ماجد أحمد محمد أحمد صبري، رئيس مباحث الشيخ زويد بشمال سيناء، ما كنتش أعرف إن هو بيخدم في شمال سيناء إلا يوم 9/4/2019 لما بلغوني باستشهاده. هو بطل وكان بيسعى للشهادة باستمرار. زمايله من شمال سيناء لما جم يعزوني في استشهاده قالوا لي إن البطل كان بيسعى للشهادة ونالها، والشهادة دي منزلة عظيمة ما بتروحش إلا ليستحقها، وهو استحقها. أنا بقول لكل اللي بيشوفني دلوقتي وكل اللي بيسمعني، ابني بطل وضحى بروحه عشان الوطن، وربنا سبحانه وتعالى كرم روحه باستشهاده، والنهاردة بيتم تكريم روحه من السيد الرئيس، وروحي وأرواح ولادي فداء للوطن. أنا بقول لشعب مصر العظيم، أنا بقول لشعب مصر العظيم، ربنا حافظ مصر سبحانه وتعالى بأمره، وإن شاء الله بفضل تضحيات أبطالها من الجيش والشرطة هتفضل مستقرة وعصية على أعدائها. أنا بقول للسيد الرئيس إنك على الحق المبين، إحنا وراك بأرواحنا وأولادنا وكل ما نملك، سدد الله خطاك، وأنا من قلبي بقول تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي شفناه النهاردة مش مجرد احتفال بمناسبة عيد الشرطة، اللي شفناه النهاردة مجموعة رسائل بيوجهها الأبطال، رسائل وجهتها الدولة المصرية لكل الفوضويين، لكل المتآمرين، لكل زارعي الفتن الذين يتآمرون على أمن واستقرار الوطن.